سيدة ستي واش وجدتينا اليوم على الأطباق تاعك؟ شو الضرب قطعة؟ إيه؟ يقول لك في مستغل القوارض. القوارض؟ إيه؟ إحنا هنا في مازونة ورنا معروفين بالشوربة مقطعة. صح. لأن ناكلوها بزاف في رمضان ويجدوها في شادة. بتوجدوها أنتم تحضروها؟ لا إحنا نحضروها. بالعجينة يعني ما تشروش ما تشروش؟ لا ما تشروهاش نحضروها في الدار. وأنايا حضروها لي خالات في مازونة. في مازونة. إيه؟ وعندي بيزالوني إيه؟ وعندي طبق رئيسي بطاطا يقولها مرتفع مرتفع إيه؟ وعندي عصير عصير ليمون إيه؟ وعندي خبز نبداو بالشوربه ان شاء الله احنا الاولى كاع في الشوربه نبداو بالشوربه نوجدو الشوربه إيه؟ عندي المقادير وحده بصل وزوج زروديه وزوج حبه طماطيش وحده كابويا وحده بطاطا صغيره خاطرش كتكسري بطاطا تجيك خاطره إيه؟ اي ومع الفلوس والقصبر والدجاج ديري مصاوي تاع الدجاج اللي عندك الملح الفلفل السكنجبير كرتم نصفهم غير الطماطم انا ما نحطش الطماطم في الشوربه ندير غير الطماطم الطماطيش تاع القوطي وربع بغارات الزيت ونص ربع تاع السمن غير هكا على الراس تاعي شويه وهي ونجيب بصل قطعو ونخليه يتقلى مليح مع الدجاج وندير كاع الخضره وكاع الثوابت اللي كنت عليهم كاع نديروه ونبقى نقلي بعد بالماء الدافي ما ديرش الماء بارد دير الماء الدافي وتمرح ومن بعد تجيب القصبر القصبر ما عندوش قدام الصبور تفتو مليح تقطعو مليح ومن بعد ديرو فالي مع هذيك وتخليها راهي راهي طيب هاي طابت كي طيب مليح هي رغم ما طيب طحني في تعليم حاسة عليك هي اللي كانت عندك ريحة تعيد تجيك شابة تجيك شابة بزاف هي تطحني برشا تعليم ولا ما كانش معجش المفتاح بعد لقى معروفين كاع بالمفتاح هي هي ومن بعد تجيبيه تطحني بالريحة وتخليها تغلي شويه تغلي مليح ودير قد فنجان هكا تاع الشوربه مقطعه ترميها عليه وراهي نقصي شويه هكا تخليها راهي تغلي ومن بعد كي طيب جيبي معدوس قصبة قدم غير هكا قطعه ديري فوقها اخر هي ديريها فوقها وهي شات تبغي شات تبغي تبغي الليل القرا درتي طماطم تاع الحبات درت زوج حبات كبار واذا ما كان زوج حبات ديري ربعه صغار ومن بعد ديريها في الصحن قدمها مع 10 ليمون وعندي بيتزا روج بيتزا روج ثاني مقبله تجي شابه هايله تجي شابه مرحبا بكم ذوقها تعجبكم انا عارفه تعجبك ريحه شابه في المطبخ. اي الله يسلمك. تفضلي. عند بيتزا روجي عندي كاس ماء عندي كاس ماء دافي وعندي كاس حليب وعندي وحده بيض مغيفه هذه في العجينه سيدي. العجينه اي. وحده وعندي مغيفه كبيره خماره ومغيفه كبيره سكر ونص كاس زيت. معليش نعاود كاس ماء كاس حليب هذه دافي وحده بيض مغيفة كبيرة خمارة مغيفة كبيرة سكر ونص كاس زيت وملح ايه والملح هذه غير عجينة عجينة ايه هذه العجينة دوك دير الاولى الماء والحليب والخمارة ومغيفة سكر ايه ضربهم هكا مليح بالضربة تاع اليد ايه ضربهم لك وتخليهم ست دقائق ولا 4 دقائق بس تخدم هذيك الخمارة ومن بعد تجيب الفارين زيد الفارينة وزيد فرينة والملح والملح ايه هي حتى تولي العجينة طرية طرية العجينة تاع الكسر هكا ما تيبسها ديرها خفيفة وتخليها على جهة ايه دوك عندنا الحشوة صحة كدير طريقة عندنا الحشوة عندنا ديري الطماطم دير طماطم بوجدي مغلى فيها الزيت قطعي زوج حبات طماطم كبار ديري عليهم شوية يعوضوك ما جاتش مليح هي ترقيها ايه ايه ايام بعد تجيبين الفرماج الفرماج هذيك تعطر ديري كاع فوق العجينه ماشي تحطيه مرصوات تفوت كيما حنا نقول بالمغرب كاع نطلوا العجينه بالغير بالجب ومن بعد تزيد فوق هذيك لاصوص اللي درتها لك ما تكثرش لاصوص ومن بعد دير الدجاج مقطع اللي نقليناه وجبناه ومن بعد تزيد فوق هذاك الزيتون ولا كان عندها ما نلاحظش عليها لا كان عندها فرماج رابي دير فوقها ولا دير هذاك الابيض تحكيت هكا فوقها وما بعد تقبض العجينه تقعد تلولي 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 غير بشويه ومن بعد تسقمها مليح تبلعها مليح وتقطعها صح تقطعها هكا دواء دواء دواء
ومي تحطها باش تخليها كيما قطعتها تخليها تقلبها ديرها لاصوص وما تجي من فوق ما الفوق تحطها راكده ايه ايوه تخليها تطيب ايه تخليها تخمر تخمر ياسر تخمر على الصايمين ايه على الصايمين وعلاش حاسين روحنا ايوه ديرها تخمر بعدهم على بعضهم باش كي يخمروا هاي ما يفوقوش ايوه كي يخمروا تجيب ضرب حبابيط مع شويه حليب مليح ومن بعد دير لهم تطليهم من الفوق ولا بغات دير حبه زيتون ولا كان عندها شويه فرماج بقى لها فين تطش شويه فرماج شابه ايوا ديرهم يخم ديرهم يطيبوا كي يطيبوا تقدميهم في هذيك تاكلوا مع الشوربه اللي درتها حتى في الصيف يعني اللي يروحوا بعضهم في الصحاب كفايه نديرها في الصيف في الصيف في الصيف ندير لهم السلطه وندير لهم هذه بيتزا هي هي طابت طيب شابه وذوق عندنا طبق رئيسي هذا الطبق رئيسي وهذه يقول هذه بطاطا خدمه هذه يقول لها مرتفع 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 هذه مرتفع تقلي تقطعي البطاطا توجدي قد كيلو بطاطا واللي ما عندهاش ولا نحن نقولوا لا ما عندهاش ربع حبات كبار قطعها بوضوة ما تخلصها ما تقلصها دقيقه نقولوا اذا حوست تقليها دير تقطعها بوضوة ملحها وتقليها وتوخرها دوك توجد باللحم كيما تاع البوراك كي دير اللحم سيداتي كي ديري اللحم تاع البوراك كيما ديري اللحم تاع البوراك وجدي ديري بصل بصل خليه بصل واللحم ودير مسك هو كهذا هذا معروف اللحم تاع البوراك هاي توخروا وما توجد خلص البطاطا قلاتها وجدت اللحم قلاته دروك توجد المقع المقع بيضاء بيضاء ما فين تبيه دير البصل ودير الخميصه دير الفلفل الكحل وعود قرصه والفلفل الكحل انا زيد زيد شويه سكنجبير سكنجبير شويه كان يحبوا اي ومن بعد تجيب هاي صايب وجدت المقع تاعها بيضاء ودير الدجاج هي ما عندها سده وسخات ولا عندها واحد ما حسب المقدور كيما وزدي كاين اللي قاعد يديرها ما عندهاش القطعه تاع الكحله تنجم ديرها كحكه تشبه ولا شبه تحطها والله تقولي ايوه هي وجدت المقع بيضه وخرناها دوك نرجعوا البطاطا مرتفعه كي يديروا لها تقبط دير الزيت سخون ومن بعد كي دير الزيت سخون تجيب هذيك البطاطا اللي قلاتها وهذاك اللحم تقبط دارها تاع تقبط دارها تقبط دارها تاع اللحم تعمرها تدير غير صغيره نقول انا نتهز فيهم باش يبولوا الجحنه فيها يدير شويه تاع الحم بغيت هذيك الصغيره تقهوى تعمرها باللحم وتحط في بالك الدار تاع بطاطا وتزيد هذيك تزيد وحده تاع بطاطا فوقها صح وتكون ما قلتلكش تكون خادمه البيض ضرب البيض والماء الدلوس ودير معاه شويه حليب وشويه فرين ضربهم مليح مليح والملح والفلفل ضربهم مليح تقبل هذيك البطاطا هي بطاطا قاعد عندك توجدها قاعد تعمرها بال دير بطاطا لحم وبطاطا وتستنى كاع في الكلا تستنى كاع في الكلا وتوجد كما دير بيني فوالا بطاطا خير عجينة القلي عجينة القلي دير سرينة سرينة شوية حليب شوية سرينة ضربهم مليح وضرب ثلاث حبات بيض حبات بيض ضربهم مليح وتزيد عليهم او تزيد على هذيك الصبات على هذيك اللي خدمتها سرينه والحليب والماء الدلوس يفش يعني تضربهم كاع تجيب هذيك البطاطا تاعها تقطص في هذيك العجين تقل ودير في المقله تحطي انت يطيبوا ما تخليهمش تبقى تقلي وتفاض ايوا من بعد كي يطيبوا كاع تجيب هذيك المقله تاعها البيضاء اللي وجدتها والدجاج تحط الدجاج وتسد في هذيك البطاطا مرتفع والخميسة الله الله هي وتحط وزي فوقها توحتينا وحنا صايمين نديرهاكم ان شاء الله نديرهاكم ان شاء الله وتذوقيها سيدة باشا تذوقيها ان شاء الله وتعجبك يعني عارفة اكيد اكيد يديروها للضياف يديروها هي وتدير الخميسة من فوق ونزينوا بالمعدن ونزين المعدن من فوق شرائح الليمون وشرائح الليمون ودوك عندنا العصير عجبك العصير العصير عجبك عطيني شوف فيه راهي داري الشهيط ولا في ال هيا عطينا تشوفي العصير كيفاش درتيه العصير كيفاش درتو تفضلي تفضلي ديري لتر ونص تاع ماء وديري وتجيبي لتر ونص تاع ماء وتجيبي حبات ليمون تعصريهم ونص كاس حليب نص كاس حليب نص كاس حليب وحبات ليمون تعصريهم ولتر ونص ماء وتزيد تبغي حامض بدل دير غير يطرى فوالا وزيد والسكر حسب الذوق تقدري ديري في الميكسير نص يطرى الماء
وديري هذوك الحبات تاع الليمون الصفر يجيك خمس كاس هكا زيدي عليهم وديري النعناع قطعيه النعناع غير وراه الوراق تاعو قطعيه ومن بعد زيدي على هذاك العصير اللي درتي في الميكسر وزيدي هذاك نص كاس حليب وتميكسي وديري السكر كيما الذوق على حسب الذوق تاعك ايوا تميكسي كل شيء تميكسيه مليح ومن بعد جيبي هذيك الصفايه وتصفيه ايه صفيه وبعد لا زيد تذوق السكر اكيد اكيد ديروا ديروا لا كلاص ولا منعيش منعيش و السيده جبتي الخبز تاعك كان يشوف فيه شباب بزاف الخبز تاعي هو شباب 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 يقلوا من شيء يقلوا كوشة العرب لا تعقلي جدا ما نشوف فيها شباب كوشة العرب تعقلي والله الله فيها احنا كانت عندنا وحدة في الدار ما لا تطيب فيها هي تعطينا نعطيك الخبز تاعي تجي شباب بزاف عندنا المقادير بور سميد بورفيه سميد واه تاع الشوربه هذيك انا نعبر بها وين سميد القعقع لا سميد دا كوشة سميد وزوج عليه بورفارينا صح ومغرفه كبيره خماره ومغرفه كبيره سكر والملح وربع مغارف زيت نعاود لهم مقادير مين تشوفوا شويه يقولوا ما عاودتوها لنا انا عارفه تعجبهم بول سميث بيك سميث وزوج فرينة ومغرفه خماره كبيره ومغرفه سكر وملح وربع مغارف زيت وزوجت عليه بورما دي عبطي بيه فرينة راح تعبري لنا ديري السميد في الميكسير ديري عليه خماره والسكر وهذا كوزوج لي بوس تاع الماء وتخليها يزور هذاك السميد من ذلك تخليها تنعجن في هذاك الميكسر وخليها تخليها تخمر غير شويه كي تحسي بها الخماره كاع طلعت ما عندهاش الفيتفار ديال بيتها 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 تخدموا انا كان خطاش نخدم بيه نخدم بيدي هي كي تخمر تعطي لك سميده خمر زيد عليها هذاك الزوج على البوستارينا صح زيد قصدي على السميد هو واقي تخلي يجي جاري يجي جاري تاع الزهري صح يجي جاري شغل الربو الخميره واه صيفا زيد الفارينه زيد عليها الفارينه هي تقعد تمشي بالفارينه بعد تجي وتجيبي وغطيها وخليها تخمر كي تخمر تجيبيها في خمس العجينه ومن بعد ديري كيما الكيكه وها وعدا كيما الحربوش كنا الحربوش هي تقعد تقطع فيها هي ما تبغي كريسة الصودا انا كيما هي نديرها كبار هي وتجيب هذيك السميده شويه غليظه على ديالتها كيما حنا نقولوا شويه توضب ترمد فيه ترمدها في السميد وتتفصل في الله وتغطيها تخبزها شوي تخبزها ايا تغطيها تخليها تخمر كي تخمر تبدا تسوقها من حاجه هكا او خبز هي وديرها في كوشه هذه الشابه تاع رمضان هي كثريه عصير في رمضان حبيت نسقسيك سيدتي هنا في سيدي محمد بن علي صحه بالكسكس واه كسكس كسكس عندنا في بسبوسه المقادير ثلاثه بيض تسكيته سميد متوسط ما هو خشين ما هو غير كاس حليب وكاس زيت وكاس سكر زوج خمال عاودي معليش نعاود لهم مقادير ثلاث حبات بيض كاس سكر متوسط كاس حليب كاس زيت كاس سكر زوج خمال زوج خمال وديروا المواد السائله زوج رافان زوج رافان نديروا المواد السائله ونكملوا بالنسبه نديروا حطي وعندها 180 والشربات والشربات الشربات عندي زوج كاس ونص سكر وزوج كيسان ماء وزوج ماء نخليهم يغلوا كاس ونص سكر وزوج كيسان ماء يغلوا مين تبغي تطفي دير زوج مغاش ماء نسقوها سيدة ستي واش تقولي للأخوات في الأخير لهم رمضان كريم صحة رمضانكم والعقوبة كل عام وإن شاء الله كل عام نعاودوا هذه كل عام أطباق جديدة إن شاء الله ونبغي نشارك بزاف معاكم والحصة تاعك سيدة بشر نبغيها بزاف أنا نحبكم كثير وجيت عندكم يعني نشكر نشكر سيدة ستي على الأطباق اللي قدمتهم لنا إن شاء الله تكون نالت إعجابكم أما أنا سيدتي رايح نقترح عليك اليوم
في البداية نقترح عليك سلطة، سلطة كومبوزي بالروز، يعني سلطة متنوعة ولا يعني بالروز. نبدأ بها هي الأولى ومن بعد نشوفوا كيفية واحد أخرين. نبدأ بسلطة نتاعنا، نحتاجو 300 غرام نتاع روز. روز حاولي باش يكون هذاك الشباب اللي يعني الحبة تاعو تجي طويلة، يعني لي غرا يجو لون، حبة تاعو تجي طويلة، يعني الروز شباب من نوع الجيد. عندنا مغرفة تاع أكل نتاع مايونيز، 10 مغارف عفوا 10 مغارف تاع أكل نتاع مايونيز، يعني كمية كمية، لأنه عندنا كمية كبيرة نتاع نتاع الروز، يعني لا صلاد ريحان نخدموها بالروز برك ريحين نزينوها. نحتاجو حوالي 10 مغرفات نتاع مايونيز. نحتاجو 100 غرام نتاع جبن مبشور، نحتاجو مايس، مايس مصبر، نحتاجو علبة تاع الطون، نحتاجو غرفية صغيرة نتاع جلبانة، جلبانة تكون مفورة، نحتاجو غرفية صغيرة نتاع جزر مقطع مكعبات، ومن الأحسن نغليهم غليهم في شوية تاع ماء باش ما يجوش ناشفين، يعني الجلبانة والجزر هنا نغلوهم في شوية تاع ماء وفي الملح. عندنا تانيك غرفية صغيرة نتاع بطاطا، يعني مقطعة مكعبات ومغلية، هنا يتغلوا في الماء وشوية ملح. وعندنا ثاني غرفية صغيرة تاع لوبيا خضراء، ثاني مغلية في شوية ماء مملح، دونك قاع نغلوهم في شوية ماء مالح، يعني ما نفوروهمش، كي نغلوهم نقطروهم يجوا يعني الخضرة ما تجيناش ناشفة. الوغ نعاودو 300 غرام تاع روز. الروز حاولي باش يكون من نوع اللي يكون الحبة تاعو طويلة، يعني لي غران لون. نحتاجو حوالي 10 مغرفات نتاع مايونيز، مايونيز صنعيها في البيت، يعني باش كيد سورتو يعني اللي يخدمو بزاف في لي سالاد ايتو، من الاحسن ديرها مايونيز في البيت، يعني تستقام لك الخيسة، وحبة بيض وجوج حبات بيض ديولك كمية معتبرة. نحتاجو قلت 100 غرام تاع جبن مبشور، علبة تاع طون، عندنا مايس، ثاني المايس، عندنا غرفية صغيرة نتاع جلبانة طيبة في شوية ماء مملح، ثاني غرفية صغيرة نتاع جزر مقطع مكعبات وطيب ثاني في الماء مملح، وغرفية صغيرة تاع بطاطا، يعني نفس الكميات تاع بطاطا، جلبانة، جزر ولوبيا خضراء مقطعه، ثاني كون نغلوهم كاع في شويه ماء مملح. فوالا هنا نقطروهم ونخلوهم على جهه. على غلي التزيين نحتاجو حبه تاع خيار مقطعه دوائر بصح رقاق، مغرفه تاع اكل نتاع مايس للتزيينه، عندنا حبه جزر مرابيا نيئه بيان سور، حبيبه زيتون كحل، ونحتاجو ورق تاع معدنوس، ونحتاجو كي تستعملي ننصحك كي تحبي ديري هكا سلطه، كي تحبي تستعملي كي تديري يعني الـ يعني كيفاش نقولوا لا طوماط الطماطم، قشريها كامله واحتفظي بالقشره نتاع هذيك القشره، ديري بها ورده، تعرف الاخت حبات طماطم قشريها بدي من الفوق وتهبطي حتى تقشري الحبة تاع الطماطم، استعملي اللب في الأكلة اللي تحبيها، وهذاك القشرة احتفظي بها، ديري بها وردة فوق السلطة تاعك، يعني تزيني بها حتى الأطباق. هنا يعني تدبيرة مديتها لك بها نزينو السلطة تاعنا. طريقة التحضير، نطيبو دابوغ الرز في الماء المملح ونقطروه ونديروه على جهة، نديروه في كسكاس ونخلوه يقطر. كي يقطر نديروه في ماعون، نضيفه له 3 مغرفات أكل تاع مايونيز، نضيفه له شوية جبن، الجبن المبشور، ونضيفه له نص تاع الكمية تاعنا تاع المايس وتاع الطون،
نص تاع الكميه تاع المايس وتاع الطون، نخلطوهم كامل مع بعض. الوغ من جهه اخرى نحطوا الخضار، الخضار اللي غليناهم في الماء المملح وقطرناهم، نحطوهم في ماعون اخر ونضيفوا لهم الباقي تاع المايس، ونضيفوا لهم زوج مغرفات اكل تاع مايونيز، ونخلطوا الكل مع بعض. الوغ درنا الروز ودرنا له المقادير نتاعو، درنا له مايونيز خليناه في معون، وخلطنا الخضر كامل، درنا لهم لا مايونيز، درنا لهم يعني المقادير تاعهم، ورام على جهه. هنا طريقه التحضير تاع السلطه نتاعنا. الوغ تاخذي امول يكون الشكل نتاعو مربع، يعني بيجيك شباب، امول يكون الشكل نتاعو مربع، فرغي فيه الروز يعني بالمغرفه الظهر تاع المغرفه، زيري عليه ضغطي عليه بور لونتاسي باش تدكيه، يعني باش يعني يندك مليح، يندك ديكسي ولا بور لونتاسي. دونك كي تفرغيه بالظهر تاع المغرفه هكا زيري عليه بور لونتاسي هكا باش يندك مليح يعني ويشد روحه. من بعد واش ديري؟ ديري فوقه الخضار اللي خلطناهم ودرنا لهم لا مايونيز زيتو، نديروهم طبقه ثانيه ثاني في نفس المعونه، فرغي فوقه ويفوق ثانيك بالظهر تاع المغرفه ثانيك زيري عليهم باش يسقوا يعني هذوك اللي دوكوش، هذوك الزوج طبقات يسقوا تاع الرز وتاع الخضار. زيري بالمغرفه نتاع اللوح ضغطي عليه باش يندك مليح، وديري في الثلاجه مده حوالي نص ساعه. ديري في الثلاجة هذاك المول في الثلاجة. من بعد كيت 20 دقيقة أبوبخي 20 مينوت، لا ماشي 20 دقيقة، نص ساعة أبوبخي، يعني باش يشد روحه. تعرف الأخت خليه، تقدري تخليه أكثر معليش، المهم نخلوه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الفريجيدار في الثلاجة باش يشد روحه. من بعد واش ديري؟ خذي ان بلا، لو بلا اللي صحن التقديم اللي راح تقدمي فيه السلطه تاعك، قلبي المول. كي تقلبي المول راح تجي الخضره من تحت والروز من الفوق، يعني راح ينعكسوا. قلبيه في صحن التقديم. الوغ ديري لا مايونيز اللي بقات، علاش قلت لك نحتاجوا حوالي 10 مغرفات، لا مايونيز اللي بقات ديريها في اون بوش، وزيني السلطه تاعك، زيني السلطه تاعك كيما ان بيسكوي، زينيها بلا بوش وديري هكذا خطوط ولا وردات ولا كيما تحبي. ومن بعد حطي الجزر مرابي، مرابي وال يعني هنا درنا السلطه تاع الروز تاعنا في الوسط، والسلطه والجزر مرابي مع المايس درناهم في الاطراف تاع الصحن، في الاطراف تاع الصحن يعني مع الطرف ولا مع الجوانب. ديري زيتون كحل، زيني بزيتون كحل. ومن بعد واش ديري؟ هذاك قلت لي كونكومبر اللي هو الخيار، ثاني ديري صاير داير، يعني هذاك الخضار درناهم باش نزينو احنا، اللي همنا هو سلطه، سلطه تاع الروز درناها. ومن بعد انت تزيني بذيك الخضار النيئه، تزيني بها انت حسبه، ديري مثلا الخيار صاير داير، ومع الجوانب ديري الجزر، وديري المايس يعني الذرة، وتزيني بالزيتون، وتزيني يعني قلت انت لك الاختيار والابداع ليك انتيا. دونك هنا كي تحطي هذيك السلطه تاع الروز تحطيها يعني، وتجي زوج طبقات فيهم بينتي كولور، فيها الوان مختلفه، انت الباقي تاع الخضر تزيني به صح التقديم نتاعك. فوالا انا عطيت لك فكره، وانت تطوريها بيان سيو، ومن بعد تسقي بلا فينيغريت فوالا. دونك هذه هي السلطه نتاعنا، نحضروها نديروها شويه على البكري وتقدم باردة. نعم بحثت لنا بطبق بالباذنجان. الوغ هنا نحتاجو 3 حبات باذنجان، لانه طلبتوا لي بزاف لي بلا وفور. دونك الوغ بلا بالباذنجان قلت عندنا 3 حبات باذنجان، حاولي باش يكونوا نفس الحجم يعني لو ميم كاليبر.
وحاولي باش يكونوا حبات طوال ماشي مكورين، بدنجال يكونوا حبات يعني نفس الحجم يكونوا بالطول طوال. الوغ هنا قسمي كل حبة بدنجال قسميها على اثنين وشويها في الفرن. دونك كل حبة بدنجال نقسموها على زوج ونديروها في الفرن باش تشوها، نشوها في الفرن. الوغ كي نشوها في الفرن تخرجيها تخليها تبرد ونحي لها اللب تاعها، فرغيها باش يجونا كيما الفلوكات. هنا تتحصلي على ستة فلوكات لأنه ثلاث حبات باذنجان مقسومين على اثنين، دونك عنا ستة. بون هنا تتحصلي على أشكال كيما الفلوكة، نحو اللب نحتفظوا به وتتخلي على جهة هذوك الفلوكات نتاع الباذنجان. ألوغ حشوة نحتاجو روز طايب، روز طايب يكون مغلي بالماء المملح ومقطر بيان سور. نحتاجو شويه نتاع الحمر حي طيب كيما تاع البوراك، نطيبوه في شويه تاع بصل ملح فلفل كحل نقلوه. نحتاجو بصل، بصل هذاك الطويل تاع الشط مقلي، الا كان ما كاش تاع الشط ديري بصل عادي نقلوه ثانيك. ونحتاجو الباذنجان هذاك اللب نتاع الباذنجان نحتاجوه، نحتاجو ملح فلفل كحل كركم كمون سكنجبير، نحتاجو فلفلة حمراء، ونحتاجو مغير فتاة أكل نتاع طماطم صبرا. هذو للحشوة. بون نعاود المقادير تاع الحشوة غير بالعقل. عندنا روز مغلي طايب في الماء المملح. بون نحتاجو شوية لحم مرحي طيب كيما تاع البورك، نحتاجو شوية بصل مقلي تاع الشط يعني طويل، لا مكاش ديري بصل عادي قليه. نحتاجو هذاك اللب نتاع الباذنجان، والتوابل نحتاجو ملح فلفل كحل كركم كمون سكنجبير فلفلة حمراء ومغير فتاة أكل نتاع طماطم مصبرة. بون هنا الحشوة نتاعنا هذو المقادير كامل نخلطوهم نعجنوهم نتحصلوا على حشوة. تاخذي لي زوبرجين تاعك يعني الباذنجان راه فارغ راه الشكل تاعو كيما الفلوكه، تعمريه في يعني تعمري ديك الحشوه تعمريها كامل في الباذنجان، ومن بعد تاخذي بلا اللي يروح للفرن. الوغ ديري هذوك الفلوكات تاع الباذنجان معمرين تسد فيهم بلا يكون مدهون بالطبع، الوغ ديري لا شابلوغ فوقهم وديري جبن مبشور تعمريهم كيما الفلوكات يعني تعمرو وديريهم في الفرن جوست بوغ غراتين ديك لو ناشفين. هنا تقدري تقدمي هكذا كناشف كيما تقدري تقدميها فيك اون صوص طومات، الاخت تقدر تقدمو فيك اون صوص طومات، ديري صوص تاع طماطم تكون بنينه ما تكونش قرصه، تقدميها على جهه تحطيها في صحن وتحطي هذا الباذنجان محشي في الفرن على جهه، اللي يحب ياكلو ناشف لا باس، اللي يحب ياكلو بلا صوص طومات يترافق فيك اون صوص طومات. فوالا دونك هنا كيفيه خفيفه وصحيه اوسي، سي تان بلا ديتيتيك صحي لانه الباذنجان ماهوش مقلي، وتكلمنا على الباذنجان وقلنا مليح الكوليسترول خاصه لما يكون مشوي. فوالا دونك هنا وعندنا ثاني كيفيه واحده اخرى بالباذنجان، دائما دائما سيده حفصه اللي نحيوها تقول لك خذي باذنجان، باذنجان هكذاك حب غسليه مسحيه وتقبيه كامل بالكوردون وديريه في الفرن باش نشوه، حطوه نشوه في الفرن. الوغ نتقبوه بالكوردون ونشوه في الفرن، من بعد كي تشويه خليه يبرد وقشريه. برك هنا ما نستعملوش الماء بما يسمطناش، قشريه غير بالعقل بلا ما تمسي يعني الماء ولا تغسليه، ولا نقشروه غير بالعقل. من بعد نحتاجو ثلاثة ولا أربع حبات طماطم، نحتاجو شوية ثوم، هنا نقلوهم في مقلاة، ديرو ثلاثة ولا أربع حبات طماطم نقشروهم نقطعوهم ديرو الثوم ونقلوهم في شوية تاع زيت. ألوغ نضيفو لهم هذاك الباذنجان اللي شويناه وقطعناه ونقلو الكل مع بعض. أنا راكي تقلي وتخلطي بالمغرفة نتاع اللوح، ومن بعد تشوفي يعني اللي يحبوا الحار ديري شوية حار يعني سولون لو كو كيما تحبي ما تحبيش. ألوغ في الأخير ضيفي زوج مغرفة أكل نتاع زيت الزيتون والعصير تاع الليمون والمعدنوس. ولا هنا مقبلة بالباذنجان،
هذه ثانيك صحية ومليحة اللي عندهم الكوليسترول اوسي، دونك تقدر الأخت ديرها كمقبلات هكا يعني ظريفات صغار وتحطهم في المائدة وينتكلوا كسلطة. سي سلطة دوبرجين، سلطة تاع الباذنجال، دونك ولكن باذنجال مشوي. واش قلت دونك ثاني زيت الزيتون مليح، العصير تاع الليمون اوسي والمعدنوس. هنا يعني باش بوغ فاري ان تي بو، يعني باش تغيري شويه تقدري ضيفي مع الكيفيه ضيفي لها حبه فلفله خضراء او حمراء طرشيه، ثاني تشويها وتضيفيها مع المقادير تتحصلي على سلطه تاع باذنجان شابه. يعني نديروها في رمضان ونديروها حتى في الصيف ان شاء الله، لانه بارده يعني وتوكل بارده، يعني توسكي كل ما يتكل يعني تاع خضار في فصل الصيف مليح. فوالا دونك هذو هما الكيفيات اللي بحوزتي. حبيت برك يعني كما سبق لي وقلت وعدتكم اللي عندهم اللي يعني بور لي سيلياك، بور لي سيلياك اللي عندهم لا مالادي سيلياك، عندي ليهم جبن نحضروه في البيت، جبن طري. الوغ جبن طري باش تتقدم يعني ديريه لهم بور لي غراتان تاعهم ولا بور انو ما ياكلوش اي جبنه. الوغ جبن تاع الطالي سي دو فروماج بلون، جبن ابيض للطالي اللي يعني بور لي سيلياك اللي عندهم لا مالادي سيلياك. كاين بزاف الاخوات كلموني قالوا لي ولادنا صغار يعني ويحبوا ياكلوا ولكن محتارين واش دونك. هنا خذي عندنا زوج اكياس تاع الحليب، حليب روبيه ولا رايب. الوغ اما زوج اكياس حليب تروبيه ولا تشري رايب كيما تحبي. الوغ نديرو في كسرونه زوج اكياس يعني زوج ريتلات، ديري في كسرونه وتحطيه على النار حتى يتقطع، يعني نقصي النار وخليه حتى هذاك الرايب يتقطع. الوغ كي يتقطع شغل الحليب يخسر، ديريه في اون كومبريس وعصريه، ديري كسكاس فرشي في اون كومبريس وعصريه، عصريه مليح مليح ونعصروه وهو سخونه، يعني حتى ماشي سخون حتى كي تحمليه في يديك يعني قبل ما يبرد تعصريه حتى تخرجي منه كامل هذاك الماء. الوغ من بعد كي تعصريه مليح مليح تحصلي على ذاك الباقي اللي يبقى لك في الشاش يعني في الكومبريس، حطيه في ماعون، ضيفي لوز جو مغرفه اكل تاع الماء اللي ساح منه اللي صفيتي من ذاك الماء اللي ساح، زيد ضيفي هذاك الفرماج تاعك للجبن، ضيفي لوز جو مغرفه من هذاك الماء، وضيفي له مغرفه تاع اكل نتاع الزيت، لا زبدة عفوا، زبدة طبيعية، زبدة طبيعية يعني دو بوغ، زبدة ماشي مارغارين. إلا استعملتي مارغارين قلت استعملي لا مارغارين تكون مهدرجة، معناها راهي تتباع، ولا مارغارين مصورة فيها الزهرة تاع عباد الشمس وردة صفراء، يعني ما نقدرش نقول لك الماركة ولكن العلبة نتاعها زرقاء وتجي في مصورة فيها وردة صفراء، هذيك هي لا مارغارين مليحة لسيلياك. واللي عندها زبدة طبيعية دير زبدة طبيعية، عندنا مغرفة تاع أكلة. ألوغ من بعد واش ديري تخلطيهم كامل تميكسيهم تتحصلي على عجينة يعني جبن. هنا واش ديري، ديري شوية ملح وشوية عصير ليمون، شوية ملح شوية عصير ليمون، تتحصلي على جبن نتاع الطالي يعني دو فروماج بلون مفيد جدا بوغ لي سيلياك. دونك هنا نعطي لك جبن للطالي يعني فروماج بلون، والحصة الجاية ان شاء الله نعطي لكم لو فروماج كشغل غرويير، كشغل غرويير خاص بلي سيلياك، ونعطي لكم ان ديسير اوسي بوغ لي سيلياك. هنا رايح نمد لكم اليوم رايح نمد لكم للسهرة ان جاتو ولا ان بيسكوي بلا شابلور. هنا ما نرموش الخبز اليابس، ما نرموش، نحتفظوا به. كي تستعملي الكوشه غير تطيبي الاكله نتاعك، طفي الكوشه والخبز اللي عندك ديري في سنيوه وخليه في ذيك الكوشه سخونه، يعني النار طافيه وهي سخونه كل مره هكا حتى تحصلي على خبز يابس شباب، طحنيه وديريه في علب تحتاجيه. وهنا عندنا ان بيسكوي شباب بزاف بزاف شباب، تقدري حتى يعني تروحي لضيفه تديه معاك، تقدري ديريه لضيافك العائله بزاف شباب. الو
نحتاجو زوج كيسان تاع لا شابليغ، نحتاجو زوج مغرفات اكل نتاع كاكاو، كاس تاع سكر، كاس اللي يوزن 200 غرام، كاس تاع الزيت، عندنا كاس حليب، ثاني كاس اللي يوزن 200 غرام حليب سائل، زوج باكيات خمارة، عندنا لافاني، وعندنا ثلاثة حتى ربع حبات بيض، ومغير فتاة أكل مايزينا. هنا البيض إلى كبير ديري ثلاثة، إلى صغير ديري ربعة، ومغير فتاة أكل تاع مايزينا. نعاودوا المقادير تاع البيسكوي بلا شابليغ. ألوغ عندنا زوج كيسان شابليغ خبز يابس مرحي، عندنا زوج مغير فتاة أكل كاكاو، كاس تاع سكر، عندنا كاس تاع الزيت، كاس تاع حليب، كاس اللي يوزن 200 غرام، يعني ماشي الكبير الكبير كاع والمتوسط، خاطر كاين ريتلا اللي فيها 5 كيسان، كاين ريتلا اللي فيها 4 كيسان، دونك هذاك الكاس اللي ريتلا فيها 5 كيسان، فوالا، يعني ما يديش 4 ريتلا، يدير قل من 4 ريتلا. عندنا زوج باكيات خمارة، عندنا لافاني، وعندنا 3 حتى 4 حبات بيض حسب الحجم نتاعهم، وعندنا مغير فتاة أكل نتاع مايزينا. بون شربات نحتاجو كاس سكر، كاس ونص تاع ماء، كاس ونص تاع ماء، ونحتاجو شويه لافاني او مغير فتاة ماء الزهر باش نعطرو الشربات تاعنا، ونحتاجو علبه تاع الشوكولا، اون تابليت شوكولا عادي ذايبه في شويه تاع ماء. الوغ هنا كيفاش نوجدو البسكويت تاعنا؟ عادي نبداو بالمواد السائله، نبداو نضربو البيض مع السكر، ضربيه مليح بالخلاط، ضيفي الزيت بالتدريج، وضيفي الحليب بالتدريج وراكي ضربي. من بعد نضيفو لو كاكاو، نضيفو بالصفايه باش ما يديناش الحبيبات، ورانا نضربو، نضيفو لا مايزينا، ونضيفو لا شابلور وال الى لوفور. تقدري ديري شويه لافاني بيان سور، لافاني حتى يعني لو كاكاو عنده الذوق نتاعو، لكن كي ديري لافاني يجي شباب معاه. بون هنا نتحصلوا على عجينه. شوفي الا كان شتيها جاريه بزاف زيدي زوج مغرفات شابليغ، ديري زوج كيسان. الا كان شفتيها شويه جاتك جاريه ضيفي مغرف او زوج، تعرفي يعني لا كونسيستانس، يعني السمك نتاعك شغل اون باتا بيسكوي، يعني ما يجيش جاري ما يجيش سميك، يجي شويه يعني تعرف الاخت. الا شتي يعني سايل بزاف زيدي مغرفه او اثنين تاع لا شابليغ، لانه سا ديبون الحبات تاع البيض قلت. بون هنا واش ديري؟ تاخذي ان بلا يروح للفرن، دهنيه، فرغي الخليط، الى عندك قطايف دهنيه، ديري شويه قطايف محمصين في بلاصه الفرينه، وفرغي العجينه نتاعك. ما عندكش ديري غير دهنيه وفرغي العجينه نتاعك، سويها مليح، يعني خبطي البلا هكا باش تهبط، يعني باش تهبط في القاع، وطيبيها عادي، تكون الفرن تاعك سخون طيبيها 180 درجه، طيب حوالي 40 دقيقه، يعني حتى تطيب تطلع تنشف. راكي تشوفيها طلعت بركي تخرجيها من الفرن ريحه تهبط، حاولي ما تخرجيهاش بالخف من الفرن باش ما تهبطلكش. كي تطيب طفي الفرن وخلي واحد الخمس دقائق في الفرن حتى تولي دافئه باش تخرجيها، لانه الا كان خرجتيها ريحه تهبط، والا هبطت يعني ما تخافيش منها عادي، تكوني مجده الشربات من قبل. الشربات دائما نوجدوها من قبل، لانه لازم تسقى بالشربات بارده، لانه ماهوش سميت سي اون شابليغ تخافي تعجن لك. ما هنا هذه الكيفيه ما نسقوهاش سخونه بزاف، خلوها قلت خليها تبرد شويه في الفرن باش ما تهبطلكش. كي تخرجيها من الفرن تخليها شويه تبرد، تكون يكون دافيه، سقيها بالشربات وتكوني مجده الشوكولا تاعك ذايبه في شويه تاع ماء عادي، اطلي الوجه تاعها كامل بالشوكولا. تقدري تزينيها باللوز افيلي، ولا تزينيها، ولا انا ما درت لها والو، انا في الحق سقيتها خليتها حتى كي بردت وقطعتها يعني جات تهبل، واللي عندها يعني ملومه ولا تحبي تنطري فوقها شويه لوز افيلي، تنطري فوقها شويه مكسرات، تخليها هكذاك تجي شابه. فوالا دونك هنا سي تان بيسكوي بلا شابلور، يعني جربي وتشوفي الشباب بزاف، يعني حتى كي ياكلوا ضيافك ما يعرفوش باللي صنعتيه بالخبز يابس. دونك فوالا، دونك واش نقول لكم؟ ما بقاليش الا نقول لكم صحه فطوركم، تقبل الله صيام الجميع وفي امان الله.